يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة وبين كتاب التوسل والوسيلة؟ هو هذا قاعدة جليلة، هو التوسل والوسيلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا في الجنوب، وش على الكتاب، وش على طرة الكتاب، وش مكتوب؟ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكيف يسأل هذا ومكتوب عليه قاعدة جليلة؟ نعم.